احنا مش ننسناه يعني، ده الحاوي بتاعنا يعني. اللعيبه الاخلاق، اللعيبه المخلصه للنادي، كان لازم طبعا يبطل في النادي. وليد ما ينفعش يخرج بره يعني، واحسن حاجه ان هو كمل معانا ومسك في النادي منصب يعني بتاع الناشئين فعلا. الهدف طبعا مع ابو تريكه في الزمالك 4-2 ده هدف ما يتنسيش، ابو تريكه عملها له بالكعب دي كان لا هدف عالمي يعني. طبعا ده كابتن وليد من نجوم الفريق يعني، الناس المخلصه للنادي واللي ادى كتير للنادي الاهلي يعني. وطبعا لعيب مهاري، ودي النوعيه دي بتبقى قليله في على مدار التاريخ، هم عدد معين محدود يعني. الحاوي طبعا كابتن وليد سليمان ده اشهر لقب ليه الحاوي، ياما متعنا بجوان واسيستاته في النادي الاهلي يعني. ما اقدرش انسى طبعا نهائي 2012 قدام الترجي، ده اشهر كابتن، اشهر واحسن جون ليه بالنسبه لي. مين ينسى وليد سليمان؟ وليد سليمان ده الحاوي، ده اقل كلمه تتقال طبعا. وليد سليمان يعني راجل من اهم الرموز في النادي الاهلي. لا وليد سليمان له قصه كبيره جدا يعني، لو هنقعد نتكلم عليه كتير قوي مش هيكفينا، عايزين ساعتين نتكلم عليه. والله هو كان وليد كان في حاجه مختلفه عن يعني اجيال كتير او لعيبه كتير في الاهلي يعني، ان هو لعيب عنده حميه قوي، لعيب راجل قوي. هو كان ماتش تقريبا في افريقيا، كان ماتش ليوبار، وجاب جون على الطاير كده، كانت كره صعبه وكان الجون طالع ومعاه مدافع يعتبر رمى نفسه في النار عشان يجيبها يعني، فدي كانت حلوه قوي بصراحه يعني. طبعا فاكر الحاوي كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر. والله كابتن وليد ليه اهداف كتير قوي، بس الهدف المؤثر بالنسبه لي بتاع الترجي في النهائي، كان لما خدها على شماله وحطها، كان من الاجوان الجميله يعني اللي احنا فرحانين بيها. طبعا ده حبيبي يعني، من خلقا ولعبا، والنادي الاهلي يعني لاعب زي ده اضافه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي اضاف له. هو الناس دايما مسمينه الحاوي، هو فعلا كان حاوي، بس هو لاعب خلوق ومستوى عالي دايما، واشترى النادي الاهلي كتير وما كانش بيتكلم في ماده، وطول عمره بيشتري النادي الاهلي. فاكره حد نسي الحاوي؟ وليد سليمان ده ما لحقناش يعني، وليد سليمان من الجيل الذهبي ايام مالو الجوزيه. فيعني وليد سليمان ليه بصمات عاليه قوي في الملعب ومع النادي الاهلي، خلقا ولعبا حقيقه ربنا يعني.